قال لك واحد سيت مولينكس خدمه شات صونات الحكومه وشات صونات، عرفتي مولينكس شكون هو اللي مبروموتي دابا؟ عندك تصاحبي شي حد اخر راه كروفيتا، وانا تجي عندك تقول لي خويا وهذا راك عزيز وانا بعدت من هذا الشيء كامل، راه هي اللي بروموتي مولينكس، هي اللي هضرات له مع الحكومه حتى ولات تبارطاجي عندها في الباج، هضرات له مع ود الشاونيه باش يتكلاشا معاه، هضرات ليه مع واحد الداعمين في فرنسا كاملين باش يعطيو البلاسين، بحال قلتي بحال اللوبي ملي تدخلوا تيديروك البلاسين، ملي تكون شي ملي تكون شي واحد واصل ولا غتوصل تيجيو يديروا لك البلاستين هكا كروفي، تجي تجيب له كاع دخلات يا لاله هذاك مورينكس تيبان لكم تيحرق عندي طلع شويه انا كروفي تقول لي انا راك خويا طلع ما خوكش طلع تهضر معاه انا غادي نهبط طلع طلع لي كبيره مصيفطه عليا معاود الشينويه باغا تشوهنيا ما باغاش دير معايا شي وقفه ديال الرجول انا كاري ياك انت صيفط لك كنطلعوا مع بعضياتنا واش بغيت؟ صباح الاخر واش بغيت؟ واش انت اش بغيتي؟ مولينكس هضرتي له مع الحكومه ولا تبارطاجي؟ هضرتي له مع الاغنيه دير شي بيز دير شي بيز باش طلعك باش تبقى تحط مريضه والله الا هبطت ما نقدرش نجلس في اللايف والله ما قدرت واش غادي نبازل واش غنقول لي دير الشوها واش منيتك؟ يا ورا الناس بغات الشوها اختار براسك باق باق مشات لي هذيك الاخرى ديالي الاولى مين فيها حنا كنديروا غير الخير الله يجعلنا الله يقدرنا في الخير حنا باغي نديروا غير الخير اخويا والله الا واش ما تهضريش مع سوس وانا علاش هربتي قبيله سلم عليه الخير عزي سلم عليه الخير سلم عليه طلعتيني مع الاخر يا ما صحابنيش ما عندكش معاه ماشي انا اللي طلعته ماشي انا نو ماشي ما عنديش معاه ما كذبش عليك ماشي ما عنديش معاه غير ما فهمتي ما كاينش شي حاجه اللي انا سمعت واحد المره تيهضر في شي حويج وما كراش نناقش مع هذاك الموضوع ولكن تيترافق مع شي وحدين فهمتي شوف انا خويا عندي كلشي صحابي كلشي عندي كيف راك عارفني كيفاش دايره انا كنت كنضحك على شويه النهار كامل وانا مجبده في الفراش كنت دراري نط نشرب شي مغريد ما والو كنت منطوق كنت ناعس هذاك النهار مزيان شبعان النعاس ملي تنشبع النعاس انا تنعس اكثر من 8 السوايع من فوق انت من فوق من فوق ويلي الله يقدرنا على خير الخير كنت في هاواي على القص على القص والنعاس بقى والو شنو غدير في رمضان كاين شي برنامج ولا غت رمضان اختي البرنامج ان شاء الله حتى من ورا رمضان ورا رمضان هذا واش غادي تشوفي رمضان غتسد رمضان غنديرو لايفات نضحكوا فيهم واخا رمضان بنادم تي فهمتي بنادم تيعرق طاسه و تيعرق اش من طاسه بنادم تي مقطوع والسبان حتى هو وتدي معاه الذنوب ولكن انا صافي بعت من المسائل فهمتيني بعت غادي نبقى من نبقى خالقه مع بنادم وضع طلع يا سوسو مالك واش ما تهضريش مع سوسو انت ولا شنو كضحكني كدير فيها زعما ني تهضري مع مالك شويه مابقاش تهضري معاه لا مالك جات طلبات المسامحه ماشي مشكل واش بنادم كل مره بقى يطلب المسامحه ويعاود يدير معاك نص غلط ولا ايوا انا باش غنعرف انا غنبقى تابعكم نتوما يوم تتصالحتوا يوم تتخاسمتوا لا صافي دابا 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 سوسو واش انت معاه واش عندك معاه مشكل ولا بصح انا راه كنتبوحي طالع العار حكا يلا تفكرت راه بغيت نصالحك انت وياه ناضت الاخرى ديال ميريكان وهي تبدا تسب فيك باش تجبد معاك الموجه ها يلا تفكرت يلا تفكرت هي دابا ما بقاش تهضر مع الاخرى عرفتي علاش بسبب هذاك النهار اللي بغي نصالحكم مني قلت لك صافي تصالحوا كذا انت سكتي قلتي لا ماشي بسبب داك الشيء اخرى قالت لي لا بسببه اخرى قالت لي ما كاين مشكل مشات لعندها هي بدات تساب معاك قالت لي زعما صونات انا نهضر لك البريفي صونات ليها قالت لها انا ونوتها مع كروفيت على حسابك وخليتيها تسب فيا وخليتيها كذا وانا على حساب قالت لها اختي ما قلتكش انا هضري انت هي اللي تتنقزي باغا انت باغا الشوه وباغا تنوضيها لقيتي راسك تشاديتي مع ولد الشين ويعجبك الحال تي داكشي كنتي درتي على حسابي صافي يطنو قالت لها صافي انا غنجر راسي الاخرى قالت لها غنجر راسي كانت عندها شي فلوس عاطيهم ليا مخليهم عندها قالت لها راه ما نقدرش نخرجهم في امريكان صيفطت لها في ويسترن يونيون واحد 2400 ديال الاورو قالت لها هكا اختي رزقك بعدي مني كل واحد مشى مع طريق السبب انت السبب انت
انا ديما سباب السباب ديما انا هي السباب في كل شيء سبحان الله. قالت لي ما عنده زهر ما عنده زهر حتى في خلا دار دابا بوك. بغيت تقول لي ماشي انت اللي مبروموتي مولينكس، ماشي انت اللي ممصله على هذه النجوميه. واش انا نعم نقلد تقولي واش ماشي نطلق انا لايفات وكل انا؟ ما وصلنا الله واحد يهديك. لايفات وصل منه 30 كا كتقول لي انا واش كتهضر بنيتك؟ راه طلع راسه براسه السيد. لا هو ويلي واش كتهضر بنيتك؟ انا لايفاتي شفتهم كيضربوا 20 كا. واش عشان كا عاود في شي ملي تلقاي الواحد بدا يعاود في الجمل اللي قال شحال هذه عرفي صافي بدا تيتقاده بدا تيهضر هذيك الهضره ديال شوف دابا حنايا الناس باغا تضحك. شوف امير الناس باغا تدخل تفوج ديال مو فهمتي هادشي راه قالو شحال هذه وبقى تيعاود فيه. ملي تصيب بنادم ولا يكرر جمل ولا يكرر عبارات ولا يكرر شي حوايج الافكار عرفيه ساله عرفيه تقاده. الوحيد اللي ما تقاداش هو انا كل نهار جديد. شوف الناس باغا تضحك باغا تفوج، الناس شابعه ديبرسيون شابعه مشاكل، الناس كتبغي تدخل تفوج شي حاجه اللي تضحكها. انا من الناس اللي كندخل بحال باغ اكزومبل نتفرج في مولين نضحك. كل كونيكتا مع ود الشانويه دابا هاد السبان وهاد المعيور وهاد الكلاشات اللي تيدير هو ود الشانويه واش بغيت تقولي لي راه بصح؟ ها؟ كل شيء عارف بان غير كيتكلاشا وراه السوشيال ميديا هي هادي راه الناس عارفه ما يعجبهم الحال حيت داك الشيء كيضحك. وانت اللي درتي له هاد البلان، انت اللي بغيتي تطلعيه على رقبتك. على رقبتي انت اللي دايره له هاد الشيء، جاتني الخبار من بلاصه اللي انت هي كتعاودي لها اي حاجه صحيحه. انا هي ديك انا المسكينه، انا المظلمه. والله حتى كتظلموني وحق الله. انا ادري ويشه. شوف انا ما عندي يوتيوب ما عندي حتى شي حاجه، غاش نربح من هاد الشيء كامل. ريقلي لي انا البلان كروفيت. ديالها شنو بغيتي؟ بغيت الباج وصل 150 ما نعطي حتى ريال، 4 ريال ما نعطيهاش، نعطي بطريقه اخرى ما نعطيش فلوس نخلص عليها. نتعامل دخل في شي كلاشات راك عارف شنو كيطلع ورا الناس كيبغيو هاد الشيء، راه ما نكذبوش على الله. باغي نخدم بروفيسيونيل، هذيك الباج انا باغي نطلع عندي اللي واحد بلان واعر غيعجبك، غيخلق بوم مستقبلا، ولكن خصها تتحرك دابا. ولكن خصني لي زابوني فري. ويه يعطي عين ظهرك. شوف بيت البال بحال الذكر ديال الدبان. اش قلتي؟ شوف الانسان ملي كيطلع راسو براسو كيبقى ديما الناس ديالك، راه داكشي ديال اللي فوزابوني وهادشي راه بنادم راه ساهل نوصلو للمليون. وحنا تنقولوا ليك ريال ابوني، هذيك الريال ابوني غنخدموا بها. طب انا نشوف لك شي بلان وقول لي هذيك الساعات واش اها انا خصك حتى تشوفي لي وجه وريني شي حاجه اللي غتجي معاك في يوتيوب وادي من غيرك. نسيت هو مكلاشي، هو مكيتكلاشا مع انت تكلاشا مع ود الشنويه. ود الشنويه راه غنكلاشي انا يمشي للمحكمه هي الاولى. انا ما تيكذبوش على الكلاشات ديالي، انا الكلاشات ديالي انا راه تيدمروا راه تيدخلوا بنادم في الكابه. لا لا هما مدرسين ما تخافش. اي والله تي شي انا الوحيد اللي الكلاشات ديالي تياثروا على بنادم تيمرضوا تياخذ داك الشيء بنادم تياخذوا بيرسونال. وانا راه ضحك هما تيصاحبوني بصح حاقد على بنادم لدرجه انهم هما تيتيقوا راني حاقد عليهم وانا راه ما حاقدش. وانت تقلاشيتي مع شلانة الصراحه انت راه تبارك الله. ايوا راه كلشي فينا هما الله يرحمه فينا هما. انا اللي تقلاشيت معاهم راه كلشي الله يرحمه. وعاود من جديد تقلاشا مع شي حد انا نشوف صاري كولا صحي كلشي غبرات ما بقاش تبان. لا فهيمه فين شاده ما بقاش تبان لي انا شنو هو. شوف شي حاجه جديده الجديد خلينا من القديم. راه انا بغيت هذا البلان باش نعطيك الجديد. راه هذا البلان راه هو باش غنتشوفي الجديد ديال مسطي جدي اخر ما كاين اخر ما عمرك ما شفتيه في السوشيال ميديا. ولكن خصني هذا البلان هو الاول دابا راني خدام تنتقاتل. خصني نهضر معاك بريفي واخا تاتي تتشوهي بنادم غدا وعد غدا تبدا تجبدي لي في بريفيات. داك الشيء اش دابا انا عمرني جبت شي بريفيات شوهت واحد راك عارف شكون باش نبين للناس صافي. ايه ولكن راه داك الشيء مثلا ما فهمتش وليت خايف انا نهضر معاك وهادي تلقى راسي ما فيهاش نهضر معاك ولالي ولالي. شوف الا جيت نشوه بنادم راه عندي الفضايح الكحله وعمرني شوهت شي حد. اصلا انت غير سبيد.